عايز اخد توقعاتك لماتشات دور ال 16. يمكن بكره دور ال 16 هيبدا ان شاء الله ماتشين، بوركينا فاسو والجابون الساعه 6 بكره. بوركينا فاسو والجابون. بوركينا على فكره فريق قوي كويسه يعني. جدا. والجابون على فكره برضو فرقه كويسه. بوركينا اقوى. بوركينا اقوى. انا يعني ماتش الكاميرون في الافتتاح والماتشات اللي بعد كده. لا بوركينا منتخب محترم. لا ممكن تكسب بوركينا فاسو من الفرق القويه جدا يعني. نيجيريا وتونس، وبكره تونس غايب منها 12 لعيب. لا طبعا. والمدرب نيجيريا. والمدرب الحراس كله كورونا. نيجيريا من انتخابات كويس. لا المصنفه للبطوله كمان. يعني بشكل كبير جدا هتوصل النهائي. احنا فوقناهم في اول ماتش. لا هي فرقه قويه. فرقه قويه جدا. يعني فرقه نيجيريا فرقه قويه جدا. حتى السكواد بتاعها مخيف. يعني عندهم لعيبه ما بتلعبش، لعيبه قويه جدا يعني. يوم الاثنين غينيا وجامبيا. جامبيا مفاجاه البطوله. ده حقيقه. بس انا شايف غينيا اقوى. غينيا اقوى. غينيا ممكن تعدي. كاميرون وجزر القمر. الكاميرون طبعا. لا جزر القمر غايب منهم كمان، بيقول لك 11 لعيبه. هيبقى مشكله عشان كورونا. حظهم وحش جدا. الكورونا بتيجي تضرب الفرقه. والكاميرون مركزين جامد جدا. الكاميرون فرقه رهيبه رهيبه. فينسنت ابو بكر اللي هو هداف الكاميرون خد احسن لاعب في دور المجموعات. لعيب الفيرود بتاعهم. الفيرود بتاعهم قوي جدا. مش ممكن يعني. فظيع. لا الكاميرون هتكمل. كاميرون تكمل. يوم الثلاثاء السنغال والراس الاخضر. يعني انا السنغال فرقه قويه طبعا. والمغرب وملاوي. اتوقع المغرب. المغرب. تتوقعاتك زي بالظبط. كوليفور ومصر. كلنا اتمنى مصر ان شاء الله. مالي وغينيا الاستوائيه. لا مالي. 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 عايز بس اقول للناس يا كابتن عمرو، اللي هيكسب من الناس عرفت طبعا. هيكسب من مصر وكوديفور هيلعب مع كسبان من المغرب وملاوي، واللي هيكسب من بوركينا فاسو والجابون هيلعب مع كسبان من نيجيريا وتونس، واللي هيكسب من غينيا وجامبيا هيلعب مع كسبان من الكاميرون وجزر القمر. يعني ممكن نلاقي الكاميرون في المربع الذهبي. الطريق بتاعنا احنا صعب. كوديفار ومصر، مغرب ومغرب هتكسب، والكسبان من كوديفار يعني برضو الثلاث فرق في طريق بعض جامدين جدا. خلينا ماشيينها واحده واحده كريم. يعني خلي بالك بطوله افريقيا فيها مفاجات كبيره جدا، وهي من بدايه البطوله واحنا شايفين المفاجات. فانا متوقع ان شاء الله لو قدرنا ان احنا نعمل مباراه كويسه مع كوديفار هتبقى دفعه قويه جدا لمنتخب مصر. هيستعيد الاسم والمكانه بتاعت منتخب مصر بشكل كبير. لان احنا اسمنا قوي في بطوله افريقيا بالذات. في لعيب منتخب مصر افتقده في البطوله الحاليه كابتن عمرو؟ والله انا كنت اتمنى يعني احمد رفعت من اللعيبه المميزه جدا والمهاريه اللي تقدر تشتغل عليها. مكانه في رمضان صبحي ومرموش وتريزيجيه. ما عنديش مشكله، بس انا لغايه دلوقتي مرموش لغايه دلوقتي ما اقنعنيش بالشكل المطلوب. في مباريات التصفيات فرديا شويه مش جماعيا. كنت اتمنى احمد رفعت كان بدا يستعيد بشكل كبير جدا. يعني مهاراته كانت بتفرق كتير جدا. ممكن تألق في البطوله. بطوله العرب كان متألق مع فيوتشر كمان. بالظبط كده. كنت اتمنى ان هو يبقى موجود، ولكن ده اعداد له للفتره اللي جايه. ان يبقى عندنا لعيبه كويسه تقدر تظهر من الانديه. احمد رفعت بس ولا حد تاني؟ لا انا يعني انا بالنسبه لي احمد رفعت من اللعيبه اللي كنت اتمنى ان هي تبقى موجوده في منتخب مصر او القوام الاساسي لمنتخب مصر.